في اخر فقراتنا اللي هنتكلم فيها باذن الله عن الوجبات السريعه. طبعا احنا سبق واتكلمنا وقلنا ان نبض الحياه اتغير، شكل الحياه اتغير، بقت الدنيا بتجري، بالاضافه الى في متغير جديد دخل علينا النهارده وهو دور الاعلام في نشر ثقافه الاغذيه السريعه. هيكون معانا في الفقره دي الدكتوره وجنات وهدي اخصائي التغذيه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني خليني قبل ما اتكلم مع حضرتك كدكتوره وكاخصائي تغذيه، عايز اتكلم على مع حضرتك كام مصريه. يعني قمتي بدور التربيه وحضرتك اخصائي تغذيه، كنت بتعملي ايه مع اولادك عشان تحميهم من يعني الجذب الشديد جدا لوسائل الاعلام للاعلانات عن مجموعه من الاغذيه الضاره بصحه الانسان؟ يعني حضرتك واجهتي ده ازاي مع اولادك؟ طبعا في البدايه انا واجهته بشكل سلبي، ان هم بيجذبوا الاولاد وانا مش عارفه اعمل ايه. فحبيت ان انا بعد كده بقى اطور نفسي وانا كمان اجذبهم. من هذه الجمله عايزين ننطلق مع يعني مع حضرتك في حوارنا النهارده. الام المصريه اللي ابنها بيشوف كيس شيبسي بيتجنن يعني بيشوفه في التلفزيون، منتجات الذره، المقرمشات، شيبسي بانواعه، الطفل بيشوف الحاجات دي بيتجنن، يعني عايز ينزل يشتريها حالا. واحنا بنقول ان هو خطر، والطفل بيعند اكتر وممكن ياخد مصروفه وهو رايح المدرسه ويروح يشتريها من ورانا ويشتريها. ايوه عايزين بقى نفك المعضله دي كده واحده واحده ونشوف هنعمل ايه. هو في البدايه طبعا لازم الواحد يحاول يقنع الطفل ان الكلام ده مضر بالنسبه له وانه هيؤدي بعد كده لامراض وهيبقى صحته مش تمام، فلازم ان احنا ناكل من البيت اي حاجه عايزينها احنا نقدر نعملها. طيب يعني حضرتك عارفه ان الاطفال بتوعنا بتوع 2015 دول، لا دول الجيل صعب يعني شوية. يصعب السيطره عليهم، فالنهارده عشان نقعد نكلمهم عن الصحه اعتقد ان المفهوم ده مش هيوصل للطفل. يعني النهارده الطفل لما تقول له صحتك هتبقى الطفل شايف نفسه انه هيعيش لحد يوم القيامه، يعني شايف هو فول باور عمال بيتنطط. فصحه ايه دي اللي بتتكلميني عنها؟ الشيبس طعمه حلو. شيبس طعمه حلو وجذاب. فانا بقى اكذب مش مش بس ان انا اتكلم، لا انا هعمل الوجبه اللي هم بيحبوها او اللي هم شايفينها بره جميله واعملها انا في البيت، وهم بالظبط بقى في الوقت ده هيقتنعوا ان الاكل في البيت احلى، عندك كميه اكبر، عندك طعم افضل، امان، سيف، نظيفه، فهيحبوها. طيب حضرتك اخصائي تغذيه واكيد يعني في مجموعه من الدراسات قالت ليه الاغذيه المحفوظه والجاهزه جاذبه للاطفال وللكبار كمان؟ ايه عوامل الجذب في الاغذيه دي؟ طبعا هم بيحطوا مكسبات طعم ولون بتدينا احساس انها جميله وبنبقى مستمتعين واحنا بناكلها، او هم كمان بياكلوها اكتر مننا يعني. فالحاجات دي هي اللي بتحسسنا ان احنا كده احنا بناخد اللي احنا عايزينه ونفسنا فيه. كويس، يبقى احنا كده اتكلمنا عن الطعم وعن اللون. طيب نعمل ايه عشان ندي الاطعمه بتاعتنا بتاعت البيت الصحيه ذلك الطعم وذلك اللون بشكل امن؟ بشكل امن بقى احنا بنتصرف من خلال الحاجات البسيطه اللي في المطبخ المصري العادي جدا، ان احنا بطريقه الطهي او بطريقه التقديم ان احنا نجذب الطفل ونجذب يعني كل الاسره. طب خلينا برضو نمسك نقطه الالوان. انا النهارده لو عايز اضيف الوان لغذاء اطفالي افرحهم بيه واجذبهم اليه، ايه هي البدائل المطروحه عندنا في المطبخ وامنه؟ في المطبخ وامنه ممكن الكركديه بيديني اللون الاحمر. جميل. ممكن البقدونس لو عملته عصير هيديني اللون الاخضر، ممكن اضيفه على اي على رز، على مكرونات، على يعني على عجائن. حلو، حلو، هيديني اللون الاخضر وهيديني اللون الاحمر، ممكن الجزر هيديني اللون الاورنج. كل الاطعمه وكل الالوان دي ليها فوائد معينه بيحتاجها الجسم. يعني الطفل لازم ياخد الخضروات والفاكهه كل يوم لان هي اللي فيها الالياف، والالياف والميه دي مهمه جدا للجسم. اكيد اكيد. يعني الموضوع اللون ممكن نتغلب عليه بشويه بنجر، نتغلب أيوه. عليه بشويه كركديه، نتغلب عليه بشويه بقدونس. يعني تخيل انت قلت لطفلك النهارده عامل لك رز اخضر، قد ايه ممكن الطفل ممكن يفرح ويتنطط ويقعد ياكل الرز الاخضر مع انه رز عادي يعني؟ ممكن نعمل تورته رز، يعني الوان 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 صحيح. ونحطها في قالب نقلبه ونقدم عليها اي بروتين، هيبقى وجبه كامله مع طبق سلطه بسيط. جميل جدا. ايه اللي ممكن يا فندم يزود الطعم ويدي طعم مميز الاطفال بيشموه بره او بياكلوه بره البيت ونعمله في اكل البيت؟ التوابل اللي احنا ممكن نعملها فرده في البيت،
يعني ان الواحد يجيب انواع من التوابل ويبدا يحطها بس بكميات مش كبيره، لان التوابل برضو بتزود شرب الميه قوي، فبتخلي الطفل عطشان دايما، يعني برضو بتعمل خلل شويه في الجسم. بمعدل مظبوط تتحط في الاكل بتدي طعم لذيذ وبتحسسنا بالكلام ده يعني كله. طيب برضو عايز اسال حضرتك سؤال تاني، الناس الستات البيوت اللي هم بيستخدموا فكره تدخين الطعام، يعني بيجيبوا حته فحم ويحطوها في شويه زيت مثلا ويغطوا الاكل عشان يدوها الطعم المدخن او السموكين ده، ده بيتعمل في الرز، بيتعمل في اللحمه، في الفراخ، ممكن شويه شيبسي يتعمل فيهم نفس الحركه ويدوا له، هل ده امن؟ هو امن لما انا اعمله بطريقه امنه، يعني هحط الفحم عشان يطلع مدخن، بس مش هحطه دايركت كده جوه الاكل. لازم انا بحطه جوه حاجه واغطي عليه يقوم يديني الطعم، يعني ممكن احطه في طبق صغير الفحمه واحط عليها مثلا معلقه سمنه واقفل، تبص تلاقي ان الريحه طغت، لكن الفحم نفسه الكربون اللي في الفحم ما وصلش للغذاء اللي انا عاملاه للوجبه دي، فبيبقى طعم وريحه وفي نفس الوقت مفيش ضرر. جميل، يعني سيده البيت النهارده ممكن بمنتهى البساطه جدا تقلي شويه بطاطس بشكل جيد، تقطعهم رفيع وتقليهم، بقى عندها شيبسي، هتحط قطعه فحم وعليها قطعه دهن وتغطي الطبق ده بس لمده 5 دقائق، هيبقى عندها شيبسي بطعم الكباب. يعني شويه افكار صغيره جدا ممكن تجنبنا الصدام المباشر مع الاطفال، احنا بنشوف الاطفال وهي بتتنطط وفي قمه العند والعناد وصعب السيطره عليهم، لكن بشويه افكار صغيره ممكن لعب في الالوان، لعب في النكهات، نغير الموضوع ونخليهم يستغنوا عن الوجبات الجاهزه. خليني اعرف من حضرتك برضو النهارده الطفل اللي رايح المدرسه الصبح، ايه اهم العناصر اللي لازم تكون متوفره في وجبه الافطار؟ وجبه الافطار ممكن تتلخص في حاجه بسيطه جدا، ممكن اعمل له حاجات كتير. التمر مع اللبن يعتبر وجبه جميله جدا في الفطار، هتدي طاقه وهتغذي وفي نفس الوقت مش هتبقى تقيله عليه، يعني يبقى رايح نشيط، هياخد طاقه، هيتحرك، هيبقى دماغه شغاله، عقله حاضر، ذهنه كويس. ممكن اديله معاه ساندوتش بسيط، لو عايز ساندوتش يكون بقى شكله حلو كده، يفتخر انه يطلعه قدام زمايله وياكله، فهيبقى ايوه انا عايز ساندوتش ماما، لان هو هيبقى شكله لذيذ. هديله مثلا فاكهايه، طبعا الفاكهه دي هي اللي بتظبط جهاز المناعه في الجسم وبتحميه من العدوى والامراض اللي بتبقى في وسط الفصول والمدارس. فطبعا الحاجات البسيطه اللي انا ممكن اعملها انا هبقى مطمنه على ابني جوه مدرسته، وفي نفس الوقت هو هيبقى فخور باكل ماما. بالظبط، وهو ده برضو يعني نقطه مهمه جدا اثرتها دكتوره وجنات النهارده، الشكل بيلعب دور كبير جدا في اقناع الطفل. يمكن احنا الكبار عارفين مصلحتنا، يعني هناكل اي حاجه يعني شكلها ممكن ما يعجبناش بس احنا عارفين ان الفايده فيها، انما الطفل يستحيل تقنعه بالفايده قبل ما تقنعه بالطعم واللون والشكل. فدكتوره وجنات اثرت يعني نقطه مهمه جدا، انا فخور جدا بالساندوتش بتاع ماما، لازم الام النهارده تتفنن كده في الساندوتش اللي بتقدمه لابنها اللي رايح بيه المدرسه عشان ياكله وما يرموهوش في الزباله وياخد المصروف يروح يجيب بيه بسكوت وشيبسي والحاجات اللي احنا كلنا عارفينها وبنشتكي منها ومش قادرين يعني نواجهها. نقطه ثانيه برضو عايزين نلقي الضوء شويه على موضوع التمر، وحضرتك اتكلمتي دلوقتي في موضوع التمر بالحليب، لان يقال في حكمه قديمه ان في ثلاثه الملك قال لهم انتم محكوم عليكم انكم تاكلوا عنصر واحد لحد ما تموتوا، في واحد اختار اللحم وفي واحد اختار مثلا الدجاج وفي واحد الحكيم فيهم اختار التمر، وهو تقريبا اللي بيقال ان هو عاش بعديها كمان كمل عمره كامل يعني تخطى ال 100 عام. فالتمر النهارده ازاي نقدر ندخله في اغذيه الاطفال؟ لكن هنناقش الموضوع ده بعد الفاصل اعزائنا المشاهدين، نطلع فاصل صغير ونرجع تاني. رجعنا لكم مره ثانيه اعزائنا المشاهدين ومكملين مع الدكتوره وجنات وهيدي اللي هتكلمنا دلوقتي عن فوائد التمر. اتفضلي يا فندم. يعني التمر النهارده من الحاجات اللي هي صعب نقنع الطفل بيها، ايه الوسائل اللي ممكن ناكل بيها ندخل بيها التمر في اكل الاولاد؟ اعمل للتمر كفر، لو هو
راهب ان شكل التمر وحاسس ان ده حاجه مش حلوه، انا هغلفه له بحيث ان هو ما يشوفهوش، ولو شافه هيحس ان طعمه جميل وهيضيع بقى الرهبه دي من ازاي بقى فهمني. يعني ممكن اعمل التمر بشوكولاته، الون الشوكولاته تبقى شوكولاته بيضه، شوكولاته بني، شوكولاته بالحليب، احط جوه التمر مكسرات هتديني طعم تاني. طبعا عين الجمل غني بالاوميجا 3، لما احط عين جمل او لوز هيديني فيتامينات حلوه، وعين الجمل ده هو المسؤول بقى عن انه يعني فيه فيتامينات بتخلي المخ يشتغل حلو جدا، بيخلي الطفل اكتف دايما، يعني حاسس ان هو فاهم بيركز فبيفيد. فانا امسك التمر ده واعمل بيه مثلا بسكوت، احطه له في كيك، يعني اديله الفرصه ان هو ما يبانش اداري التمر، يعني طول ما هو مخفي يبقى احنا كده هو تمام، هو هياكله مش هيحس ان طعمه وحش، التمر جميل. والرسول عليه الصلاه والسلام وصانا بالتمر، حتى في رمضان لازم نفطر على التمر. اكيد طبعا، هو التمر كمان من الحاجات اللي السكر بتحتوي على سكر الجلوكوز. سكر الجلوكوز، لذلك يعني بيتم امتصاصه من جدار المعده، حتى مش محتاج ان هو يكمل الدوره الغذائيه بتاعته جوه الامعاء، عشان يعني فوائده بتبتدي من اول ما ينزل المعده، بيتم امتصاص السكر بتاعها من جدار المعده. لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام اوصانا بالافطار في اوقات الصيام بالتمر. خليني افتح مع حضرتك موضوع تاني جدا بقى، يعني غير الاكل الشرب النهارده. موضوع يعني في غاية الحساسية النهاردة، مشروبات الأطفال اللي بيقال عليها إنها آمنة، هل هي فعلا آمنة ولا لا؟ عصاير النهاردة في استهلاك كبير جدا من قطاع الأطفال ده للعصاير. العصاير النهاردة في منها مكتوب خالي من المواد الحافظة، خالي من المواد الملونة، إيه صحة الكلام ده؟ إيه مدى فايدته؟ يعني عايزين نلقي الضوء على المشروبات اللي بياخدها الطفل في البداية. أصلا في تعليب العصاير دي احنا بنلاقي حاجات غريبه جوه العصير، يعني لو انا مش شايفه اللي جوه الازازه، لو هي في علبه كرتون انا مش ببقى شايفه ايه اللي فيها، ممكن بعد ما اشرب الاقي حاجه جوه سامع صوتها. فالعصير ما بيبقاش امن عموما، حتى لو هو قايل كل الكلام ده، هو المواد الحافظه اصلا بتسبب سمنه. ولو عملت العصير في البيت انا هستفيد كتير وابني هيستفيد كتير. يعني افهم من حضرتك دلوقتي ان العصائر اللي مكتوب عليها خاليه من المواد الحافظه، الكلام ده مش سليم؟ لا طبعا مش سليم، مش هتعيش. مش هتعيش؟ مش هتعيش. ولو حتى لو كانت مبسطره او التغليف محكم برضه مش هتعيش؟ مش هتعيش، لا ما هي لازم يتحط فيها مواد حافظه عشان اقدر انقلها من المصنع للتاجر للسوبر ماركت. هنقلها ازاي وهعمل ايه؟ هتاخد وقت. كلام حضرتك سليم. انا لما بسيب العصير في التلاجة كده انه اي حاجه فيها سكر اعتقد بتكون عرضه للتخمر، وبالتالي طعمها ولونها هيتغيروا بسرعه. لونها هيتغير، طعمها هيتغير، وهتبقى حاجه مضره جدا. يعني يعني كده كده في مواد حافظه اكيد لازم. اكيد اكيد طبعا. لكن يمكن الناس اللي بتقول ان ما عندهاش مواد حافظه يبقى احنا كده يعني درجه اقل، ولكن الخطوره موجوده. احنا بنطمنك، لكن هي الخطوره موجوده. موجوده موجوده. جميل جدا. طيب اذا كنا بنتكلم النهارده عن العصائر اللي هي خاليه من السكر، عصير بيقول النهارده خالي من السكر، هل العصير ده بيعتمد على سكر الفاكهه نفسه ولا في نوع من انواع المحليات الصناعيه داخل في الموضوع؟ هما بيكتبوا على العلبه خالي من السكر والمرضى السكر والدايت. لا احنا مش في الدايت، احنا بنتكلم في العصائر. أيوة مش في المشروبات الغازيه. ايوه ايوه في العصير. ما هو برضو العصير فيه دايت، فيه بيور دايت. اها. فده بيبقى هم عاملين حاجه تانية خالص، هم مش بيحطوا سكر فعلا. بس هم بيجيبوا الفاكهه اللي فيها نسبه سكريات عاليه. ويضيفوها على العصير، يعني ممكن اجيب الجوافه واضيف عليها عصير التفاح. التفاح سكره عالي جدا. فمن غير ما احس عصير الجوافه هيبقى طعمه طاغي على التفاح، لان هحط نسبه بس تحلي. او عصير العنب الابيض. يعني نفهم من كده ان العصائر اللي هي المكتوب عليها انها خاليه من السكر دي احسن شويه من الثانيه، يعني افيد شويه. هي احسن، بس لو انا مريض سكر هخاف، لان هو برضو فيه سكر. في سكر اكيد هيعلي نسبه السكر في الدم. احنا بنشعر بحلاوه العصير ده على لساننا، حتى لو كان مكتوب عليه خالي من السكر. هو خالي من السكر المضاف، يعني خالي من اضافه سكر السكروز اللي هو سكر القصب، لكن ده مش معناه ان هو خالي من سكر الفاكهه الفركتوز او الجلوكوز اللي هو موجود اصلا اوريدي في الفاكهه في الفواكه. طيب خلينا برضو نعرف من حضرتك النهارده، يعني زمان كنا بنقول بلاش نشرب من محل العصير، اصله ما بيغسلش الكوبايات، اصله ما بيعرفش ايه، واكتشفنا في الاخر ان محل العصير ده هو اللي بيقدم العصير الطازج المخلوط قدامنا من فاكهه طبيعيه.
واللي بيحمل كل الفوائد اللي النهارده احنا ابتدينا نتجه للعصائر المصنعه وهجرنا محلات العصير اللي بتعمل عصير فريش وحقيقي. خلينا نعرف من حضرتك ازاي نستفيد بالعصائر اللي بتقدمها محلات العصائر الفريش بشكل امن، وايه هي المنتجات اللي نبعد عنها عند محل العصير؟ طبعا بشكل امن، اصلا الكوبايه اللي انا هشرب فيها هو ده رقم واحد. اوكي، لازم اكون مطمنه ان الكوبايه دي نظيفه او هي كوبايه استعمال مره واحده بس. العصير نفسه، الفاكهه اللي هتتعصر، يعني رقم واحد بشكل امن نحاول نطلب الكوبايات البلاستيك عند محل العصير، واعتقد ان ده بقى متوفر بقى بشكل موجود كبير. اه كتير. كويس، رقم واحد. رقم اتنين طبعا الفاكهه اللي انا هعصرها، اللي هو هيعصرها لي يقدمها لي، لازم اكون متاكده ان هو محل نظيف وبيغسل الفاكهه دي كويس قبل ما يعصرها. كويس. الاله اللي بيعصر فيها الفاكهه لازم تكون نظيفه. العامل نفسه اللي واقف او اللي بيقدم لي العصير ده يكون معاه شهادات صحيه، لازم مثلا يكون معاه شهاده صحيه وتكون موجوده قدامي وشايفاها. طيب في محلات العصير الفريش برضه يا فندم، ايه هي العصائر اللي تعتقدي ان مضاف عليها الوان صناعيه؟ طبعا بيضيفوا الوان صناعيه في كل العصائر، لان لو حطوهولك زي ما هو كده مش هيبقى لونه حلو. يعني اعتقد عصير البرتقال امن. ماشي، البرتقال امن، انا بس القصب ممكن آمن. يحطوا عليه مثلا لون علشان يبقى لونه. البرتقال بيتعصر قدامنا في المحل. في المحل قدامنا. في المحل آمن. بيتعصر قدامنا. القصب آمن. والقصب امن. والجزر. والجزر امن. اعتقد ان هو يعني اهي مجموعه من العصاير اللي هي ممكن نستخدمها واحنا مطمنين، يعني معصوره قدامنا وبس ان احنا نتحرى الدقه في محل نظيف وكوبايه بلاستيك، يبقى احنا كده عالجنا المشكله. طيب عايزين نفتح مع حضرتك موضوع تاني، وهو موضوع النودلز. النودلز للي ما يعرفش هي وجبه سريعه، عباره عن زي شعريه، مجرد احنا بس نضيف عليها ميه سخنه تبقى جاهزه للاكل، يعني كاننا معانا طبق شوربه شعريه مثلا. طبعا في ماركات كتير جدا ظهرت في موضوع النودلز ده، والموضوع اثير حواليه يعني لغط كبير جدا. عايزين نعرف من حضرتك اضرار هذه النودلز. ببساطه هي كلمة واحدة، بتجيب سرطانات. سرطانات على طول. سرطانات. يعني ممكن تخش على سرطان المعدة. ما نقعدش نلف وندور. لا مش هنلف وندور. قولا واحدا. هي كده. هي كده بتؤدي في الآخر إلى السرطان. إلى السرطان. طيب نصيحة من حضرتك للأطفال اللي ما بيسمعوش الكلام. اللي هيسهونا ويروحوا يشتروا ويلفوا يعملوا هم عايزينه. يعني طيب لو يعني لو اضطروا ان هم يجيبوا حاجه من بره مثلا، ايه الحاجه الاقل ضررا؟ الاقل ضررا مش الشيبسيهات المقليه في زيت انا ما اعرفش عنه حاجه. ما ينفعش. لو ممكن مثلا بسكوت ما يكونش فيه كريمه. لان الكريمه دي ممكن يكون فيها دهون ضاره. يعني ندفعهم كده شويه ناحيه البسكوت. البسكوت الساده اللي بالزبده طعمه لذيذ كده. الكيكات اللي ما فيهاش كريمه. الكيكات اللي هي مثلا بشوكولاته احس انها تكون ماركه كويسه. ايوه. اجيب لابني منها، لكن ما اخشش بقى في الحاجات الزياده قوي بحيث يعني إنها لما اخد ابني النهارده يعني او بنتي اروح بيهم المحل ممكن اختار كيكه، ده انا مضطر بقى اجيب له يعني. أنا مضطر لان انا وعدته ان هو لو ذاكر كويس هجيب له حاجه حلوه، او ان هو عشان ما يبقاش نفسه في حاجه نجيب كيكه، نجيب بسكوت خالي من الكريمه، نجيب ايه تاني؟ شوكولاته بس تكون بقى نسبه الكاكاو فيها اكتر من 60%، الشوكولاته الدارك، علشان دي بتفيد وبتعلي نسبه المزاج عند الانسان. يعني انا ببقى سعيده لما باكل لما صحيح. باكل شوكولاته، فممكن اجيب له شوكولاته بس تكون الدارك، يعني زياده عن 60% كاكاو. وطبعا في ماركات الشوكولاته الكويسه معروفه. الشوكولاته على فكره يعني الفتره اللي فاتت اتحاربت بشكل كبير جدا انها احد اسباب تسوس الاسنان، واكتشفوا بعد كده انها بتحتوي على الفلورايد، اعتقد اللي هو اللي كمان بيحمي الاسنان من طب يعني ممكن نعتمد على الكيك والبسكوت والشوكولاته ونبقى برضو جبنا لهم حاجه حلوه من عند الراجل. صح؟ صح. طيب خلينا نعرف من حضرتك برضو فكره للام المصريه النهارده ازاي تجهز وجبه متكامله جذابه للطفل بتاعها. اولا عندي طبعا اللانش بوكس، لازم اكون متاكده ان هو معقم ونظيف كل يوم. يبقى شكله حلو اصلا هو عشان الولد او البنت يرضوا ياخدوه معاه المدرسه. جميل. فانا اجيب الاول حاجه شكلها جميل وتكون امنه من المواد اللي هي معموله فيها.
منها يعني، فتبقى جميلة وشكلها حلو، دي أولا. ثانيا أنا أبدأ أعد بقى الساندوتش بتاعي لابني، لازم أخلي شكله جميل يعني. ممكن طبعا لازم الطفل ياكل الخبز اللي هو فيه العيش الدقيق الكامل، القمح الكامل، فالقمح الكامل ده مغذي جدا، اللي هو باختصار كده عشان ما نقعدش ندور، الخبز الاسمر. الاسمر، الاسمر، الخبز الاسمر. في منه الفينو، في منه العادي، في منه التوست. توست، فممكن الاطفال بيحبوا شكل التوست، بيطلع لهم في التلفزيون كتير. شكل التوست ده بقى بيعجبهم قوي. تمام. لما اعمل بقى سندوتش توست، وفي بقى الالوان. الالوان ازاي يعني؟ انا عندي خضروات ملونه، عندي الاخضر في الفلفل الاخضر، وعندي احمر، وعندي اصفر، وزيتون اسود، وعندي زيتون اسود، وعندي جزر، وجبنه، شريحه جبنه، وعندي الجبنه الشرايح او الجبنه القابله للدهن الطريه. هعمل له شكل لذيذ بحيث ان هو لما يمسك التوست كده يبقى شكله بقى خارج منه الوان، فيحس ان هو بياكل حاجه منعشه جميله شكلها شيك، وبالتالي كمان ياكل حاجه صحيه ونظيفه وسليمه ومضمونه. احط له برده في اللانش بوكس فاكهيه، تفاحه، موزايه، برتقانه متقشره بحيث ان هو ما يتبهدلش بيها، جوافايه، تمرتين. لو هو بقى حب التمر وانا عامله له بالشوكولاته جواه مكسرات، ممكن احط له مثلا قطعه جبنه مثلثات. يعني ده كلها يعني حاجات بسيطه لكن ممكن تجذب الاطفال وتقيهم شر امراض كتير جدا، تقيهم، وخصوصا الفاكهه. اكيد. دكتوره وجنات وهدي، انا عايز اشكر حضرتك جدا على المعلومات القيمه اللي حضرتك قدمتيها. مرسي. يعني الوقت عدى معاكي بسرعه. مرسي. والفقره كانت شيقه جدا، كنت ضيفه عزيزه على قناه مصر الزراعيه. شكرا يا فندم.